الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا أدافع عن الشيخ سالم؟ أنا سأتكلم عن منهج أنا انتهجته من سنين، قد أكون أصبت وقد أكون أخطأت، ولكن هذا المنهج الذي اتخذته لنفسي، هذا المنهج أعتقد أنه هو الصواب، أعتقد أنه هو الصواب، لذلك أنا انتهجت هذا المنهج، وأرجو أن يكون هذا المنهج خلاصي عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أتدين به عند الله سبحانه وتعالى. أولا، لماذا أدافع عن الشيخ سالم الطويل في هذه الفترة؟ أنتم تعرفون، يمكن تكلم عن الشيخ سالم كثير من الناس، لكن ما شفتم أني طلعت وتكلمت. لكن لما يأتي رجل، وهذا الرجل الذي يعني تكلم على الشيخ سالم، اتهم الشيخ سالم طويل بأحكام جريئة مثل فاسق، ظاهر الفسق، مرجئ، أو يدافع عن الإرجاء، أو عالم السلطان، إلى غير هذه الألفاظ التي ينأى عنها اللسان. إذا كان هذا الأمر من رجل يدعي أنه على المنهج السليم، فهذه مصيبة، لأنك لو أنك بينك وبين الشيخ سالم شيء، لابد إيش أن يكون من المنصف أنه يتكلم بالمظلمة، فقط مظلمة هذا الإنسان، أنا ظلمت أتكلم بمظلمتي. أما أني أكون فاجر بالخصومة، هذه المصيبة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، وأي تحذير عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يكون فاجر بالخصومة، إذا خاصم فجر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسائل أنا أقولها للذي يتكلم، دكتور اللي يتكلم على الشيخ سالم أنه فاسق، وأنه أقول، وهذه كلمة كبيرة لا يعرفها كثير من الناس، أقول الله الموعد، الله الموعد أيها الإخوة، كلمة عظيمة. لما إنسان يخوفك بهذه الكلمة، يجب عليك أن تتوقف، تخاف الله، تتثبت بهذا الكلام. مو بس خلاص رجل تكلم على الشيخ سالم وأنا ما أحب الشيخ سالم، مباشرة أخذ كلامه وأجعل كلام هذا الرجل كأنه وحي أنزل من السماء. لماذا أنا أدافع عن الشيخ سالم؟ أولا، لا بد أن يعرف الجميع، وهذه كلمة كثير ما أقولها حتى لأبنائي، يمكن يسمعون التسجيل هذا، يعني أبنائي يسمعون هذا التسجيل، أنا ماني مستعد أن أدخل النار بسبب شخص كائنا من كان، ماني مستعد أني ألقى الله سبحانه وتعالى بشخص أدافع عنه أو أسكت على باطلة متعمدا، وأستطيع أن يعني أن أبين هذا الباطل، سواء كان الشيخ سالم الطويل أو ابن من أبنائي، كائنا من كان، ماني مستعد أن أهدم حسناتي بسبب أي إنسان من الذين أعرف والذين لا أعرف. هذه نقطة حطوها في بالكم، سائلكم أنا عنها يوم القيامة، انتبهوا. وأنا أذكر، والحين لعل البعض يغضب علي، ولكن أنا ابتداء أقول لكم، أنا ما لي شغل في الناس. أذكر كلمة سمعتها جميلة من الشيخ أبو إسحاق الحويني. طيب، أنا أدري أن هذه الكلمة تعور كثير من الناس، وأنا ما يهمني، أنا سبقا ذكرت لكم، أنا ما يهمني هذا الأمر، ما دمت أتقرب إلى الله فيما أقول بما أستطيع، أنا ما ألتفت إلى غيري. مع أني أدري أن الشيخ سالم رد على الشيخ أبو إسحاق، ورد على فلان وعلى فلان وعلى فلان، وأنا ما أقول أن كل ما قال الشيخ سالم هو الحق، طيب، أو كل ما قال الشيخ سالم هو الباطل، ولكن أكثر ما يقول الشيخ سالم هو الحق. بل أني ما أذكر، لعله يوجد، ما أذكر أن الشيخ سالم تكلم بشخص أو بجماعة وأخطأ، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يسلم منه أحد. لكن أنا قاعد أتكلم عن نفسي. الشيخ أبو إسحاق لما اتهم بأنه تكفيري، إيش قال بتسجيل له؟ لأني أنا أستمع لبعض أشرطة
الشيخ طيب وأستفيد، يزعل من يزعل ويرضى من يرضى وأستفيد. طيب يقول قال سفيان الثوري لما قيل له أنه تكفير، قال سفيان الثوري الشيخ بسحاق يقول قال سفيان الثوري الله الموعد. يا أخوان كلمة عظيمة، كلمة عظيمة ما يعرفها إلا من يعرف أن هناك لقاء مع الله وأن هناك حساب بينك وبين فلان الذي تكلمت عنه، لأن كلامك عن فلان أو فلان أو فلان أنت أولاً لابد أن تعرف أنك ستسقط دعوة هذا الرجل، لأن إيش؟ خلاص اتهمت جرحت هذا الإنسان، أول ما يأتي في أذهان الناس أنك تريد أن تسقط دعوة هذا الرجل، لأن بسقوط هذا الرجل باتهام هذا الرجل إسقاط لدعوته، وقد تكون دعوة هذا الرجل دعوة حق. نعم هناك أخطاء، هناك أخطاء سواء من الشيخ بسحاق سواء من فلان من فلان، لكن قد يكون مجتهد، مجتهد وأخطأ، والمجتهد يدور بين الأجر والأجرين. لذلك أنا ما أتجرأ على أحد، هذه عقيدة أنا متخذها ومنهج أمشي عليه، وتجرأت على هذا الدكتور لأنه إيش؟ لأنه تطاول وتجاوز تجاوز كبير جدا على الشيخ سالم الطويل. هذا كلامي ابتداء حتى يعرف الناس أني مو كل شيء يقول الشيخ سالم أني إيش أتخذ الشيخ سالم رأسا والي على كلامه وأعادي على كلامه، معاذ الله. إنما الذي يوالى على كلامه ويعادى على كلامه هو محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس الناس. أصلا هذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا إيش، هذا فعل أهل البدع، يتخذون رأسا وهذا الرأس هو الذي إيش يوالى على كلامه ويعادى على كلامه، يعني ما قال هو الحق وما أبطل هذا الرجل هو الباطل، وهذا ليس من دين الله عز وجل. وليس مو بس الكعبي يتكلم، مو بس طارق الكعبي، لا، الناس كلها، الناس التي تعرف دين الله عز وجل لابد أن تنتهج هذا المنهج، لأن الله سألنا يوم القيامة يا إخوان، الله سألنا يوم القيامة، سألنا عن هذا اللسان، أنت تكلمت بفلان بن فلان، يأتي يوم القيامة فلان بن فلان ويقول يا رب سله فيما تكلم فيه، أدعو إلى الله، أدعو إلى التوحيد، أدعو إلى السنة، أخطأت في مسألة من المسائل، ولا زال العلماء يخطئون وغير ذلك، ولكن إيش يعذر بعضهم بعضا أو يرد بعضهم على بعض، ويستمر المخطئ على خطئه اعتقادا منه أنه على الصواب. ماذا سنقول لله سبحانه؟ الأمر عظيم يا أخوان، الكلام في الناس عظيم، خصوصا الكلام في الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أول قبل أن تتكلم بشخص من الأشخاص أيا كان، تذكر أنك ستقف بين يدي الله عز وجل أنت وهو، وسيسألك عند الله سبحانه وتعالى، سيسألك عند الله سبحانه وتعالى. أولا أنا قلت ابتداء أنا ماني مستعد أن أدخل النار من أجل أحد كائنا من كان، كائنا من كان، وهذا منهج أنا متخذه لنفسي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا عذر لي عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنا أعتقد بدفاعي عن الشيخ سالم، رد على هذا الدكتور، أنا أعتقد واجتهادي في ذلك أني ما أدافع عن شخص الشيخ سالم، ما أدافع عن شخص الشيخ سالم فقط، يمكن أدافع عن شخص ولكن ما أدافع عن شخص الشيخ سالم، بدليل أنا ذكرت لكم سابقا أني إيش أني قد أخالف الشيخ سالم في شخص تكلم به الشيخ أو جماعة تكلم بها الشيخ، لكني إيش ما أواجه الشيخ في ذلك، أولا لكبير قدر الشيخ في نفسي، ثانيا في لعل مو لعل إلا أكيد أن أكثر كلام الشيخ هو الحق، وكلامي أو اعتقادي في شخص ما أو جماعة ما طيب اعتقادي أنه إيش اعتقاد الأكثر أني أنا المخطئ، وإذا كان ولا بد أتوقف، يعني أنا ماني ملزم أني إذا تكلم الشيخ سالم بشخص من الأشخاص أني لابد أن أخرج وأتكلم وأعتقد وأجلس في
المجالس والكلام كله يدور فلان وفلان، فلان فاسق، فلان. طيب خلاص وضح أن فلان انحرف في المنهج. ليش دواويننا صارت بهذه الطريقة؟ والله يا أخوان أنا صلي سنين عن هذه المجالس، تعرفون ليش؟ لأن فيها قسوة قلب، هذه حقيقة وهذا واقع، قسوة قلب. كل ما أجلس في مكان فلان فلان الجماعة الفلانية، طيب إيش الحاصل؟ خلاص العلماء تكلموا وعرفنا أن فلان طيب فيه ما فيه من انحراف في المنهج، انتهت المسألة. إذن المسألة صارت غيبة، المسألة صارت غيبة. أنا أذكر والآن اسمعوني، أذكر بعض الشباب ولا أذكر الاسم، قال عن واحد من الدعاة الذين هم على منهج الإخوان، على منهج الإخوان المسلمين، قال اسمه نبيل، قال إيه بلبل، بالله عليكم هل هذا يصح؟ هل هذا الكلام، هذه الألفاظ تصح؟ أين دين الله؟ أين الورع؟ يعني ما يصير يا إخوان، ما يصير. خاف الله سبحانه وتعالى، راغب الله سبحانه وتعالى. يعني هل هذه ليست من الغيبة؟ هذه من الغيبة، هذه من الغيبة. إذن كيف الغيبة؟ كيف تكون الغيبة؟ إلا أنك تكون أخرجت من الإسلام، فسقط حق الغيبة بالنسبة، يعني سقط حق الغيبة الذي له عند الله سبحانه وتعالى، هذا شيء ثاني يا أخوان. هذا اللسان مصيبة. لذلك لما أتكلم مع الدكتور أقول له ترى مثل ما أن الشيخ سالم كانت عنده أشياء أو فتاوى أو أمور مسكتها على الشيخ سالم، فأنت إيش سقطاتك كثيرة يا دكتور، والأمر سهل أن يمسك عليك هذا الأمر. الشيء الثالث أو الشيء الثاني لازلت فيه، أنا ما دافع عن شخص الشيخ سالم فقط، أنا أدافع عن الحق الذي مع الشيخ سالم. لذلك ما هو من دين الله أني أدافع عن الأشخاص بلا حق، أدافع عن الشيخ سالم ويكون معه الباطل، معاذ الله، ماذا سأقول لله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ما العذر بين يدي الله أيها الإخوة؟ يا أخوان لابد أن تعرفون كلام الناس، ما يجوز أن الإنسان يدخل علي في الخاص ولا يرميني بالسفه ولا يرميني بالجهل، فأنا جاهل فعلا، أنا جاهل، أنا أحكم على نفسي، أنا عارف نفسي، أنا عارف، أنا أعلم بنفسي منك. لكن أن تكون فاسق وسفيه والكلام اللي ما له داعي، يا أخوان الله الموعد، الله الموعد سبحانه وتعالى، هونوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم. ثالثا أنا ذكرت أني قد أخالف الشيخ سالم في أشياء، وليس هذا علو على الشيخ سالم أو فخر أني أخالف الشيخ سالم، معاذ الله، لكن أرى أشياء باجتهادي القاصر أني إيش؟ أني أراها حق. لذلك لو أنكم ترجعون إلى بعض تسجيلاتي تجدوني أني إيش؟ ألقيت كلام أو كلمة في بعض الجمعيات الخيرية التي تكلم فيها الشيخ سالم. ليش؟ أنا ما وافق على هذا الكلام، أنا ما، لكن ما أستطيع أن أقابل الشيخ سالم في هذا الكلام. أولا الشيخ سالم أعلم من عندي، أخوي الكبير وله فضل علي كبير عند الله سبحانه وتعالى، علمنا حتى إيش أنه فتك هذا اللسان على ذكر الله عز وجل، وله أثر كبير علي. فأنا حتى لو أني ما يعني ما أقول بقوله، إما أن أتوقف وإما أن أستمر على الجادة التي أراها أنا أنها حق، ويبقى قدر الشيخ سالم عندي كبير. لذلك أنا أقول أن الإنسان يتقي الله عز وجل، لا يتهم الناس بالباطل، وكل واحد وافق الشيخ سالم بشيء صار هو اللي على الباطل، ومن خالف هو الذي على الحق. لذلك الإنسان يزن الأمور بميزان دقيق. رابعا أنا أولا لست من أهل العلم الذين يدعون إلى المجالس ليتكلم، أنا أصلا قليل ما أخرج إلى مجلس أتكلم، نادر يندر هذا الأمر. أولا لقلة علمي، أنا أعلم بنفسي يا أخوان، أنا أعلم بنفسي، أنا ما أتهم نفسي، أنا أعلم بنفسي. أولا لقلة علمي،
ثانيا أني مغمور ما حد يعرفني، والحمد لله وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبقيني على هذا الأمر. والشهرة يعني من الأمور التي يفتتن بها العبد، فتنة عظيمة، ولا زال السلف يحذرون من ذلك. أي تحذير؟ بل أن من الصحابة يحذرون من ذلك ويخافون على أنفسهم هذا الأمر. الأمر الثالث في نفس هذه المسألة، أو الرابع، الثالث في الأمر الرابع، أنني إذا اتصل علي أحد من الشباب قال لي نبيك تحضر في مجالسنا، أشترط شرط ما يعجب كثير من الشباب. تعرفون ماذا ما يكون هذا الشرط؟ الشرط هذا أني لا أتكلم بالأشخاص ولا بالجماعات، هذا الشرط عندي. تبي؟ طيب تبي هذا الأمر؟ ما أتكلم بالأشخاص ولا في الجماعات، وهذا في غالب الاتصالات اللي تأتيني تقول لي تعال ألقي درس ولا شيء، في الغالب. وهذا لا يروق لكثير من الشباب الذين يتكلمون كثيرا في المجالس، فلان وفلان وفلان، فلان فاسق، فلان فاجر، فلان منحرف، فلان فلان. من وين لك الدليل هذا؟ من أين أتيت بهذا الدليل؟ والله فلان الذي قال، فلان الذي قال، فلان الذي قال. يعني هذا العذر عند الله سبحانه وتعالى؟ ستعتذر عند الله سبحانه وتعالى بأن والله ليش، لما الله عز وجل لو سألك الله يوم القيامة لماذا تكلمت بفلان، تقول والله يعني يا ربي أن أنا أخذت الكلام من فلان؟ هل هذا عذر عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا ليس بعذر عند الله سبحانه وتعالى، بل أن لو يعني لازال السلف إذا تكلم أحد بأحد أنهم ينظرون إلى الكلام العام، حتى في مسائل الجرح والتعديل، حتى في مسائل الجرح والتعديل ما يأخذون كل كلام، ليس كل جرح يؤخذ، لا بد أن يكون هذا الجرح مفسر، ويكون هذا التفسير ها حق يقبله الناس. لأن قد يكون هذا التفسير تفسير باطل، وأنا ذكرت في فيما مضى أن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رضي الله عنه وغفر الله له، الإمام المعروف، طيب، أنه جرح رجل من الرواة كان يعني رآه يركب البرذون، وهو يعني البرذون إذا ركب وجرى فإنه إيش؟ عندنا احنا شنو اللغة العامية نقول إذا ركض يناقز. طبعا كل إنسان إذا ركب الحصان أنه يناقز على هذا الحصان، فرآه على هذه الصورة فأسقطه. ما قبل منه العلماء هذا الأمر، لا بد أن يكون الجرح مفسر، ثم إيش؟ أنه يقبل هذا الجرح المفسر. هذا منهج انتهج أهل العلم، لذلك تجد العلماء إيش؟ ما يقبلون كل كلام، ما يقبلون كل جرح، ما يقبلون كل جرح. خامسا، أنا من الناس الذين استفاد فوائد كثيرة من الشيخ سالم الطويل، فله حق علي، يعني هذا الحق الذي علي، يعني هذه الكلمات اللي أرد عليها على الدكتور أو فيها على الدكتور لعلها إيش تكون نافعة لي عند الله سبحانه وتعالى. لو أرد يعني شيء من حق الشيخ سالم علي، خصوصا أن الدكتور يتكلم بالباطل وبما يعني خرج من قلبه، وصراحة يعني فجر بالخصومة، الرجل فجر بالخصومة وتكلم على الشيخ كلام ما ينبغي له، سيلقى الله عز وجل بكلامه على الشيخ سالم. وكذلك الذين يعلقون على الشيخ سالم بالباطل، والله فقط أنكم ما تحبون الشيخ سالم، ستلقون الله عز وجل بكلامكم على الشيخ سالم حفظه الله، استفدت فوائد كثيرة منه. فمن حقه علي أن أتكلم بالحق الذي معه مو بالباطل. أنا قلت لكم ابتداء، أنا ما يعني ماني مستعد أن أدخل النار بسبب شخص كائنا من كان، ولكن مثل ما سبق وذكرت أنا أرجو بهذه الكلمة، أرجو بهذه الكلمة التي يدافع فيها عن الشيخ سالم أني أدخل الجنة، أرجو
أرجو الله سبحانه وتعالى والدار الآخر. لذلك قلت لكم أن بعض الأشخاص الذين تكلم عنهم الشيخ سالم قد ما أوافق، أنا ما أوافق في نفسي، في قرارة نفسي، وما يلزم من ذلك أني إيش؟ أني أخالف صراحة، أطلع في التسجيلات وأتكلم وأقول لا ولا ولا، لأن إيش؟ لأن هذا الذي أستطيعه، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قد يكون الشيخ سالم اجتهد في أشياء وأصاب وهو الأكثر، بل أني مثل ما ذكرت ما أذكر لأني أنا ماني متابع كل شيء، ما أذكر أني سمعت الشيخ سالم تكلم في شخص، تكلم في جماعة وأخطأ، ما أذكر. وقد يكون هناك خطأ، وهذه ليس تزكية أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا أبدا أبدا، معاذ الله، ما حد يصل مقام النبوة، ما في أحد يصل مقام النبوة، ولسنا من أهل البدع الذين يتخذون رأسا يوالون على كلامه ويعادون على كلامه، أبدا معاذ الله. لذلك يا أخوان هذه إيش الكلمة ذكرتها؟ حتى يعرف الناس لماذا أنا أدافع عن الشيخ سالم، وحتى يعرف الناس ما هو منهج هذا المتكلم. أنا مثل ما سبق وذكرت لكم الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أبو إسحاق الحويني، حتى يعرف الناس من المتكلم، المشايخ الذين تكلم بهم بعض العلماء والمشايخ وطلاب العلم، ما يلزم أني أوافقهم على هذا الكلام، ما يلزم. هم هؤلاء الذين يتكلموا بهؤلاء الأشخاص بينهم وبين الله لقاء، أما أنا والله ما أستطيع، أنا ما أستطيع أن ألقى الله سبحانه وتعالى بداعية يدعو إلى الإسلام. أخطأ، لكن ألقى الله به، وقد يكون هذا الرجل، أنا ما أعلم سره مع الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا الرجل من أولياء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وضع له القبول في الأرض، ثم آتي أنا وأتكلم به، لكن الشيخ سالم وهذا، يعني الشيخ سالم والشيخ بسحاق، الشيخ مصطفى العدوي، المشايخ اللي في هذا يعني الأقران، ها يستطيع الشيخ سالم أن يعتذر عند الله سبحانه وتعالى بأنه دافع عن دين الله، هذا الذي ظهر للشيخ سالم، أما أنا ما أستطيع، كل إنسان بحسب استطاعته. لذلك هونوا على أنفسكم يا أخوان، هونوا على أنفسكم الردود التي يعني والله لو تقرؤون بعض الردود تعلمون أن المتكلم متعصب، يريد الشيخ سالم بأي صورة من الصور، يريد نصر الباطل من حيث لا يعلم، لأنه أنا على اعتقاد لو أنه يعلم ما نصر الباطل، ما ينصر الباطل، هذا حسن ظن في أهل الإسلام، لكن ما يعرف الإنسان يعني ويلات هذا اللسان، والله العظيم يا أخوان ويلات هذا اللسان. وأنا أقولها، وأنا أقول للدكتور ولجماعة هذا الدكتور، أقول يعني طيورك كثيرة والصيد سهل يا دكتور، فهون على نفسك، الله يحفظك بطاعته، هون على نفسك يا دكتور، وهونوا على أنفسكم أنتم الذين تتكلموا الشيخ سالم، هناك لقاء مع الله، أنا هذه أعتبرها موعظة وتذكير للناس، وحتى لا يأتي آتي ويختبرني، ترى الاختبار هذا أنا جبت لكم الجواب، أعطيتكم الجواب قبل الاختبار، فهذا هذه عقيدة ومنهج انتهجت في حياتي سائلا الله سبحانه وتعالى أن أكون على صواب، وإذا كنت على خطأ هذا القدر الذي إيش اجتهد فيه، وإن كنت إيش قليل الاجتهاد قليل العلم، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.